distinguished delegates, esteemed members of International Organization for Securities Commissions. قبل ما لا يسعدني أن أرحب بكم وأن أخاطبكم اليوم في المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ولجنة التنمية الأوساط الناشئة. يسعدنا أن مصر الممثلة في هيئة العامة للرقابة المالية تم انتخابها في 2022 كرئيس لجنة التنمية والأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. اجتماع اليوم فرصة جيدة لتبادل الخبرات والأفكار حول التعامل مع المخاطر المالية والمخاطر التي الناجمة عن التقنيات المالية وكيفية يمكننا أن نحقق الاستدامة في القطاع المالي. سادتي، نحن نعيش في حالة تقنية متغير بسرعة، وأعتقد أن التكنولوجيا المالية والاستدامة والإبداع هم مهمين لتعزيز الشمول المالي وتوفير وصول عادل ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعنا. هذا يتطلب اقتصاد نامي متنامي، ومصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة الاقتصادية للزيادة من النمو. هذا البرنامج سعى لتوفير الاستمرار البنية التحتية وتوفير الخدمات للقطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص العمل بالأخص للشباب والنساء وتوفير التمويل. قامت الحكومة بوضع برنامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الاقتصادية فهما لأهمية أهداف التنمية المستدامة. قامت حكومة مصر باعتماد رؤية مصر 2030 لتتماشى مع الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات العمالة وزيادة رأس المال البشري وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. بالفعل بعض الإصلاحات التي قامت مصر بها أدت إلى تحسن في 6 مناطق بأهداف التنمية المستدامة تحقيقها. سادتي، القطاع التمويل غير المصرفي يلعب دورا مهما في الاقتصاد، فالحكومة طبقت عدة تعديلات تشريعية لتعديل الإطار التشريعي والقانوني، وبالأخص وضع قوانين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما أدى إلى الشمول الاقتصادي. ثانيا، تعديل القوانين التنفيذية لتوفير الاستدامة وسندات الاستدامة. ثالثا، توفير ودعم أسواق الكربون التوعية بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية. وأخيرا، وضع قانون للمؤسسات المالية غير المصرفية. فقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعزيز الشمول المالي من خلال توفير الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الإبداع. سادتي، هذه أوقات صعبة مليئة بالتحديات، ولكن أنا أؤمن بالكامل أن معا يمكننا أن نواجه تلك التحديات ونوفر فرص ونحقق النمو الذي نطلع إليه ونتعلم من بعضنا بعض. أتمنى لكم أن يكون مؤتمرا جيدا.